فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. نعم. بعده قال رحمه الله: إن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب، يرى ذلك من له بصيرة، فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله، ولهذا كان السلف يحذرونهم هذا. نعم. وهذه الآيات العظيمة التي قصها الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وموقفهم من المواعظ والذكر، وأنهم يقابلون ذلك بالإعراض وعدم الالتفات، فالله حذر هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ عليهم العهد، وبعثنا منهم 12 نقيبا، والنقباء هم الرؤساء والزعماء، كما إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة جعل النقباء من الأنصار على قومهم، وقال الله إني معكم، هذه معية خاصة، معية خاصة، لأن المعية على قسمين: معية عامة لجميع الخلق بمعنى الإحاطة والعلم، ومعية خاصة بالمؤمنين وهي معية النصر والتأييد. إني معكم أي معية خاصة، وإلا فهو مع جميع الناس بالمعية العامة، لكن بشرط، هذه المعية الخاصة بشرط: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. هذه نتيجة العهد، أنهم إذا وفوا فإن الله يكفر عنهم سيئاتهم، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا وفوا بعهد الله كما قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فاتقون وإياي فارهبون. نعم. لئن أقمتم الصلاة، هم ضيعوا الصلاة في الغالب، وآتيتم الزكاة أيضا ضيعوا في الغالب، ضيعوا الزكاة، الصلاة والزكاة أختان لا ينفصل أحدهما عن الآخر، وآمنتم برسلي، لجميع الرسل، هم كفروا ببعض الرسل، كفروا بعيسى، اليهود كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل، فإن الله جل وعلا أمر بالإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب. وعزرتموهم أي وقرتموهم واحترمتموهم، لأن حق الرسول التعظيم والتوقير والاحترام من غير غلو، وإنما التعزير اللائق والاحترام اللائق من غير غلو، كغلو النصارى في المسيح أو غلو القبوريين من هذه الأمة في الرسول صلى الله عليه وسلم وعبادته من دون الله عز وجل، فهو تعزير معتدل ليس فيه إفراط ولا تفريط، وهذا من حق الرسل علينا لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نعزره أن نحترمه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وفي الآية الأخرى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي أنزل معه. التعزير يطلق على معنيين متضادين، يطلق التعزير ويراد به التوقير والإكرام وهو المراد هنا، ويطلق ويراد به التأديب، تأديب على المعاصي التي ليس فيها حد ولا كفارة، إذ يؤدب، يعزر يعني يؤدب، يعقب، يعزر يعني يؤدب. وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني من الأموال، تدفع المال في طاعة الله وفي سبيل الله كأنك تقرض الله عز وجل،
لأن الله يرده عليك مضاعفا أضعافا كثيرة، وهو ليس بحاجة إلى القرض، وإنما أنت المحتاج إلى هذا القرض، أن تقدمه لله فيعوضك الله خيرا منه، فأنت المحتاج إلى هذا القرض، أما الله فإنه غني عن خلقه، فأنت إنما تقرض نفسك في الحقيقة، لكن لما كان لوجه الله ولطلب الثواب من الله كأنك أقرضته الله، لأنك أطعت الله عز وجل وامتثلت أمره، ولهذا قال قرضا حسنا، وصفه بالحسن الذي لا منة فيه، أما القرض الذي معه منة فهذا باطل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكذلك القرض الذي بين الناس فيه ربا، هذا ليس قرضا حسنا، هذا قرض ربوي. وجاء في الحديث وأجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. أقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفرن هذا الثواب والجزاء، لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فمن كفر بعد ذلك بعدها أخذ هذا الميثاق ونقض هذا الميثاق فقد ضل، يعني ضاع عن الطريق الصحيح، ضاع عن الطريق الصحيح وطريق الهداية. سواء السبيل يعني السبيل المستوي المعتدل، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، فسواء السبيل هو السبيل السوي وهو المعتدل الدال على الله سبحانه وتعالى. ثم قال فبما نقضهم ميثاقهم، يعني لم يفوا بهذا الميثاق ولم يقوموا بهذه الأعمال، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني طردناهم وأبعدناهم عن رحمة الله عز وجل، وجعلنا قلوبهم قاسية. هذا مثل الآية التي قبلها في سورة الحديد، فقست قلوبهم بسبب نقضهم الميثاق، بسبب نقضهم الميثاق الذي بينهم وبين الله عز وجل، عاقبهم الله فجعل القسوة في قلوبهم. وهذا يدل على أن المعاصي تؤثر في القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أحسن الله إليكم. فالله نهى هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك، وأمرها أن تفي بعهد الله سبحانه وتعالى الذي أخذه عليهم، وأن يفوا بالعهود التي بينهم وبين الناس، ولا يغدروا ولا يخونوا فيها.